كمان على التليفون للدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين في مصلحة الضرائب. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ الشريف وبالسادة المشاهدين. إزاي تطلبوا من الموضوع ده؟ يعني إيه الضوابط اللي ممكن تطلبوها؟ ده شيء في جميع أنحاء العالم، ده يعمل لنا مشكلة حتى على مستوى المصرف الدولي. لا الحقيقة إحنا بنأكد إن إحنا مش من حقنا الاطلاع على حسابات أي عميل من عملاء البنوك، وبنأكد احترامنا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 بعدم الحصول على أي حسابات عملاء البنوك، وده طبعا طبقا لأحكام المادة 144 في القانون. فإحنا الحقيقة مش بنكذب. أمال إيه المطلوب بقى؟ المطلوب ان احنا بنسعى في مصلحه الضرائب المصريه ان احنا بنجمع معلوماتنا على اليوتيوبر والبلوجرز دون الرجوع الى حسابات العملاء نهائيا في البنوك، لان الاطلاع على حسابات العملاء لا يعني معنى كده ان وزاره الماليه وهيئه ومصلحه الضرائب لن تطلب تعديل تشريعي يمس سريه البنوك نهائياً يا فندم. لن تطلب ده، بتنفي الخبر حضرتك. لن تطلب نهائياً، بتنفي الخبر تماماً، وبنأكد احترامنا لقانون البنك المركزي. وإحنا زي ما حضرتك تفضلت إحنا لينا مصادر أخرى نقدر نحصل على البيانات الخاصة باليوتيوبر والبلوجر. ده بالعكس، إحنا بنأكد كده بإن إحنا النهاردة أعلنا إن في بروتوكول تم ما بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر خاص بمنظومة الفواتير الإلكترونية، وكان من ضمن البنود الرئيسية في البروتوكول هو الحفاظ على سرية بيانات العملاء. طب معلش، هو إيه البروتوكول ده بقى بالمرة؟ يعني نحب نفهم. البروتوكول كان مرتبط بمنظومة الفواتير الإلكترونية اللي تم فرضها من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، واللي بدأنا الانطلاق في المنظومة في 30/6/2020. فألزمنا البنوك المصرية بالانضمام إلى منظومة الفواتير الإلكترونية وفقا لقرارات المعلنة من قبل. ده يخص البنك كإدارة ولا يخص عملاء البنوك؟ يخص البنك كإدارة. فكان من حيثيات البروتوكول ان كافة البنوك هتسجل على منظومة الفواتير الإلكترونية، وهيتم تلقي فواتير الشراء على المنظومة وفقا للقواعد والاحكام. يعني ده في تعامل البنوك مع الوزارة ومع الضرائب، مش فقط الافراد. فواتير شراء فقط، تعاملات شراء فقط. انا بأكد ان احنا كان في من ضمن حيثيات البروتوكول سرية بيانات العملاء الخاصة بعملاء البنوك. كويس ان حضرتك وضحت، كويس جدا ان حضرتك وضحت. طب هتعملوا بقى متابعة للورق والأرقام اللي هتم تقديمها لحضراتكم ازاي؟ من خلال اللي بيقدموا محتوى أو بيقدموا منتج يعني على الإنترنت، أو بيبيعوا وبيشتروا على مواقع التواصل؟ الحقيقة احنا كل يوم بيمر بينا بتظهر لينا معلومات جديدة، معلومات مختلفة. المعلومات الجديدة دي بنقدر بنجمعها في الوقت الحالي، وهنبتدي ان شاء الله نستدعي اليوتيوبرز والبلوجرز ان احنا نقول لهم ان حجم الاعمال الخاص بيكو من خلال المعلومات اللي احنا جمعناها سواء من خلال متابعتنا. يا اما يقول لك لا او يقدم لك الصح وهو يملك، نقول لك لا والله حضرتك كان عندي معلومات بتقول عكس اللي بتقوله ده ويثبتها. بالضبط كده، وخاصة ان في كل قناة من القنوات بيبقى في تقرير بيعبر عن الارباح الخاصة بكل مقدم محتوى. دكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين في مصلحة الضرائب، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين في مصلحة الضرائب، ينفي ان مصلحة الضرائب او وزارة المالية هتتقدم بطلب تعديل تشريعي للكشف او يمس باي شكل من الاشكال عن او يرفع سريه حسابات عملاء البنوك. ده شيء مهم جدا.